وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هاملو، والنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض حلقه جديده من ثلاث فقرات. الفقره الاولى هتبقى نصايح وحلول، وبعد كده وصفه تراثيه، وبعد كده وصفه عصريه. النصايح والحلول النهارده عندنا حاجه بنحتاج دايما نعمل منها كتير، نستخدم منها كتير في حاجات مختلفة، خصوصا لو عندنا ملوخية، لو عندنا فتة، أو حتى لو عندنا حاجات بتاخد فص أو اتنين. تقشير الثوم دايما بنلاقيه إن هو متعب، فالنهاردة هنشوف طريقتين نقشر بيها الثوم بسهولة. الثوم لو احنا مش عايزينه صحيح، أسهل طريقة إن احنا نحطه على البورد بتاعنا، وبعد كده هنحط عليه سكينة، سكينة تكون اللي بنسميها سكينة الشيف، شيفس نايف، وبنحطها الجزء التخين اللي فيها، يعني زي ما احنا شايفين هنا عريضة وبعد كده بتطلع رفيعة. الجزء العريض ده هنحطه على فص الثوم وهنخبطه بالشكل ده، هنلاقي القش خلاص انفصل عن فص الثوم بمنتهى السهولة زي كده، مش بنحتاج ان احنا نقعد نقشره بسكينة. نعملها مرة تانية، بنحط الفص وبنحط الجزء العريض من السكينة عليه وبنديله ضربة كده، بنبص نلاقي الثوم اتقشر بمنتهى السهولة. بس ده لو احنا مش محتاجينه يعني فص كامل على بعضه، ده بعد كده بمنتهى السهولة بنقدر نخرطه كده بالسكينة وبنرجع نعيد تاني عليه. بحيث ان هو يبقى رفيع قوي. ولو عايزينه زي البيوريه برضو بنعمل نفس الطريقة بالسكينة، ولكن بنحط عليه رشة ملح، والملح ده بيخليه تقريبا يبوش في بعضه. فكل اللي بنعمله ان احنا بناخد السكينة بالشكل ده و بنقعد نهرس فيه على السطح بتاعنا، سواء كان كاتنج بورد او على الرخامة. وزي ما احنا شايفين بيتهرس معانا بمنتهى السهولة. الملح هو اللي بيساعد على كده، فلو عايزين نهرسه بنحط رشة ملح عليه زي ما احنا شايفين، بقى خلاص بيوريه. لو احنا عايزين فص الثوم وكده بناخده بنشيله بنحطه في البول اللي هنستعمله فيها. انما لو احنا عايزين فص الثوم كامل يعني وصحيح ما يجراش فيه حاجه، هنجيب اي برطمان، هنحط الثوم في البرطمان ونقفله. طبعا مش لازم برطمان محكم زي ده كده، اي برطمان عادي عندنا، وهنرجه جوه البرطمان. بس هو بيحتاج شوية وقت وشوية عضلات، هنفضل نرجه جامد وهنبص نلاقي ان في، طبعا انا ما لحقتش قوي، لكن في جزء منه اهو ابتدى يتقشر. فين؟ انا شفت واحدة ابتدت تتقشر اهي، زي ما احنا شايفين الجزء ده اتشال، فبعد كده بسهولة اقدر اشيل ده. لكن لو فضلنا نرج البرطمان اكتر شوية هنلاقي القش تقريبا كله اتشال، بس هو محتاجه بتاعت 5 دقايق كده رج، ورج جامد، وبكده الثوم يتقشر وهو لسه قطعه واحده صحيحه، مش مضروب زي ما كنا ضاربين الاولاني. وبكده نكون خلصنا فقره النصايح والحلول. نطلع فاصل وبعد كده نعمل مع بعض الوصفه التراثيه. اهلا
اهلا وسهلا بيكم. رجعنا بعد الفاصل نعمل مع بعض الوصفه التراثيه. الوصفه النهارده هي الصابونيه، والصابونيه دي احنا في العصر الحديث شويه بنعرفها باسم مختلف اللي هو الملبن. هي مختلفة شوية لكن في الآخر بتدينا مفروض نتيجة شبه الملبن خالص، وزمان كانوا بيسموها الصابونية. وزمان ده الوصفة اللي احنا هنعملها النهاردة هي من القرن 14 الميلادي، من كتاب وصف الأطعمة المعتادة، وكاتب الكتاب للأسف مش معروف هو مين، ولكن الكتاب ده الحقيقة بيضم وصفات كتير جدا من الوصفات المصرية العريقة. الوصفة الأصلية كان بيستعمل فيها زيت السمسم، وكمان كان بيستعمل فيها نشا الرز. بدل زيت السمسم هنستعمل زيت عادي، وهنستعمل نشا برضو نشا الذرة، يعني اللي هو موجود بوفرة في السوق، هنستعمله بدل نشا الرز. فالمقادير بتاعت الصابونية: 450 جرام سكر، 450 جرام مية، 150 جرام نشا، 68 جرام زيت، 68 جرام عسل نحل، 68 جرام لوز مقشر يكون أنصاف، و 8.5 جرام مية ورد. وللوجه عندنا سكر بودرة. أول حاجة هنعملها هنعمل شربات. هنحط المية والسكر على النار، وهنسيبهم يغلوا حوالي 5 دقائق على النار لحد الملمس بتاعهم ما يتقل شوية. وزي ما قلنا بنسيب الشربات اللي هي مية وسكر يغلوا على النار حوالي 5 دقايق، عايزينه بس يتقل حاجة بسيطة. دلوقتي باخد الجزء من الشربات ده حوالي نصه حطه على جنب، وبنرجع نغلي الجزء اللي سبناه في الحلة. هجيب شوية مية بسيطة خالص أدوب بس فيها النشا، نحط شوية صغيرين، وبعدين لو احتاجنا ممكن نزود. أول ما النشا كله يدوب هحط شوية من الشربات السخن عليه علشان ما يكتلش أول ما أحطه على النار، يبقى درجة الحرارة بتاعته على شوية، وأكون مجهزة ويسك وأحطه على النار وأقلب على طول. هنفضل نقلب على النار لحد ما يبتدي يتقل. الملبن الحديث بيتعمل تقريبا بنفس الطريقة، الحاجة الوحيدة المختلفة وغريبة شوية حتى بالنسبة لي هي الزيت، إضافة الزيت، ولكن الباقي كله تقريبا زي مقادير الملبن العادي اللي احنا بنعمله. زي ما احنا شايفين ابتدت تتقل، مع التقل ده هبتدي ازود بقية الشربات. هزود العسل، اتأكد بس ان كل حاجة دايبة مع بعضها كويس.
نزود العسل الموارد والزيت ونرجعهم كلهم تاني على النار، بس اقلبهم مع بعض الاول. اجيب كمان القالب، انا عايزه احضر كل حاجه قبل ما احطها على النار لاخر دقيقه او اتنين. عندنا قالب بالشكل ده، احنا مغلفينه بستريتش مدهون بالزيت، والقالب كمان الجناب بتاعته مدهونه بالزيت. نرجع الصابونيه على النار. اوكي، هي كده جاهزة. هنزود لها اللوز، نقلبها مع بعض لآخر مرة، وبعدين هنحطها في القالب. وهنفردها. هنساوي وشها في القالب، وبعد كده هنسيبها تتماسك. هي هتتماسك في درجة حرارة الغرفة. بنغطيها برضو علشان الوش ما ينشفش، بنحط كلينج فيلم او ستريتش من فوق. وبعد ما بتتماسك بنقطعها وبنحط عليها سكر بودرة. ممكن لو عايزين نقلبها كلها في السكر البودرة علشان ما تلزقش في الطبق اللي احنا بنقدمها فيه، وما تلزقش في بعضها كمان. وبكده نكون قدمنا الصابونية اللي هي من القرن الرابع عشر، ودي وصفة مصرية قديمة جدا. في بلاد تانية أخذت الوصفة دي وطورت فيها وقالت عليها إن هي يعني تبعهم، لكن هي في الحقيقة وصفة مصرية أصيلة قديمة تراثية، وياريت نهتم بالتراث الطهوي بتاعنا ونحاول نعمله في البيت لأولادنا كمان علشان نعلمهم الأكل المصري الأصيل. وبكده نكون خلصنا الوصفة التراثية. نطلع فاصل وبعد كده نعمل مع بعض وصفة عصرية. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا بعد الفاصل نعمل مع بعض الوصفه العصريه. الوصفه العصريه النهارده هتكون كيك قهوه مع موس القهوه. بالنسبه لمقادير الكيك، عندنا 15 جرام من قهوه سريعه الذوبان، عندنا 200 جرام بياض بيض، 60 جرام زبده، 60 جرام سكر، 30 جرام دقيق، 30 جرام نشا، 1 معلقه صغيره ملح، ونص معلقه صغيره بيكنج باودر. بالنسبه لموس القهوه عندنا 150 جرام ساور كريم، 200 جرام كريمة مخفوقة، 50 جرام سكر، 10 جرام جيلاتين، 15 جرام من القهوة سريعة الذوبان، و50 مليلتر كريمة خفق. آخر حاجة بالنسبة للتزيين، عندنا 300 جرام كريمة خفق، 15 جرام قهوة سريعة الذوبان، 30 جرام كاكاو، و3 معالق كبيرة سكر. هنبتدي بالكيك. اول حاجه اعملها هخلط البياض مع السكر ومع القهوه، عشان عايزه القهوه تتضرب كتير علشان تدوب في البياض.
أوكي. لما نلاقي البياض بقى هش وفي فقاعات كتير واللون بقى أفتح. أوكي. أنا كنت بس بدوب الزبدة في الميكروويف علشان هحتاج أحطها وهي مذابة. لما نلاقي بياض البيض خلاص اتخفق ساعتها بنبتدي نزود بقية المقادير بالراحة خالص. حطيت النشا، نحط الدقيق، الملح، البيكنج باودر، وهخلطهم مع بعض بالراحة خالص، مش عايزة سرعة عالية. وهما بيخلطوا مع بعض هبتدي أنزل الزبدة شوية شوية. كده كفاية، هكمل بإيدي بالويسك برضو بس بإيدي علشان مش عايزة أضيع الهواء اللي حطيته فيه أو دخلناه في بياض البيض. أوكي كده كفاية خالص. وآخد الخليط بتاع كيك القهوة زي ما احنا شايفين لونها، ودلوقتي هنحطها في الفرن على درجة حرارة 160 وهتقعد في الفرن حوالي ربع ساعة لأن الكمية مش كبيرة خالص، زي ما احنا شايفين العمق بتاعها حوالي سنتي بالكتير، فهتاخد أقل من ربع ساعة حتى. أوكي. دلوقتي نبتدي نعمل الموس. أول حاجة هعملها هحط الكريمة على القهوة لأن القهوة دي مش هيبقى عندي فرصة أضربها مدة طويلة، فهقلبها مع القهوة وبعد كده أدخلها الميكروويف علشان الكريمة تسخن والقهوة تدوب في الكريمة. مش عايزين نسخنها زيادة عن اللزوم، عايزين بس مجرد القهوة ما تبتدي تدوب ده كده هيكون كفاية خالص. دلوقتي في العجان هحط وهحط السكر اوكي كده القهوة دابت وفي نفس الوقت الكريمة يدوب دافية مش سخنة قوي، هحطها برضو معاهم. وآخر حاجة هحطها هي الجيلاتين المذوب في شوية مية. وهضرب كل دول مع بعض بالويسك. ما يدوبوا مع بعض. وبعد كده هاخد الكريمة المخفوقة احطها معاهم علشان كده احنا عايزين الكريمة السايلة ما تسخنش قوي ولا الجيلاتين كمان يكون سخن قوي، لان لو حطينا حاجة سخنة على الكريمة المخفوقة على طول حتى يغطي.
وهنقلبهم بالويسك بالراحة خالص لحد ما يتمزجوا مع بعض. ده هيكون شكل الكيك بعد ما بتطلع من الفرن، وهنحط فوقها الموس. وهنغطي الكيك بالموس. وطبعا الموس هيدخل التلاجة لحد ما يتماسك. وده هيكون شكله بعد ما يتماسك في التلاجة. ودلوقتي هنعمل آخر حاجة اللي هو الجارنيش اللي هنحطه فوق الوش. هحط السكر في أي جاج، ممكن حتى برطمان، بس لو حاجة طويلة هتساعدنا أكتر في إن احنا نضربهم مع بعض. هجيب شوية مية بسيطة خالص، وأضربهم مع بعض. احتمال أحتاج مية زيادة. اوكي، ودلوقتي هبتدي احط لها كريمة شوية شوية، ما نحطش كتير على طول في الأول. اوكي، احنا بنضربها لحد ما تتخن شوية. هي كده جاهزة، مش هحتاج كريمة اكتر من كده. وهبتدي احطها فوق الوش. افردها على الكيك تبقى عاملة زي وش القهوة كده. واخر حاجة هجيب كاكاو وارشه فوق الوش. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. عملنا فيها كيك القهوة مع موس القهوة، وحطينا فوق الوش زي وش القهوة التركي، وكمان كنا عملنا قبل كده الوصفة التراثية اللي هي وصفة الصابونية. يا رب الوصفات تكون عجبتكم، وأشوفكم في الحلقات الجاية على خير الله إن شاء الله.